بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا أمه، مين اللي قال لهم ان انا بحب المكرونه البشاميل؟ اه يعني اه بص 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 يا لهوي يا لهوي. اللي بعده يا جدعان انت محدش شايف اللي انا شايفه. ثواني بقى، بص 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 بص. طب يا جدعان، ومن سلسله دعم المشاريع ودعم المطاعم من غير مقابل، النهارده يا جماعه كده هنجرب اقوى مطعم كل الناس قالت لي عليه ولازم نجرب من عنده طبعا، واكل بيتي مش فاتح مطعم، في اي بي كيتشن. حرفيا يا جماعه في اي بي كيتشن عاملين عظمه، عاملين حاجات واكل بيتي بكواليتي احسن وانضف من بتاعه المحلات، فلازم نجرب عملي كده كده وهنشوف مع بعض الكواليتي والحاجه. مش معانا منتج او اتنين او ثلاثة او أربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية، حرفيا يا جماعه باعتين 8 اصناف ولازم نجرب ونتست وندوق مع بعض كده زي ما انتم شايفين. فانت لازم تعمل لايك كده كده، احنا عاملين مقاطعه فبنوفر وبنساعد في حاجات نضيفه. يلا يا جدعان كده نفتح مع بعض. بسم الله. ايه ده، ثانيه واحده، الكواليتي دي ازاي في البيت؟ شايفين شكل اللحمه قد ايه؟ فبسم الله يلا بينا. سيبك من ان هي طازه، برضو اللحمه دي مش لحمه مستورده او كفته، كل الخرطات مليانه لحمه. بص 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 طعم اللحمه بس كده هندوق. بسم الله، اتحدى اي مطعم يخرج لحمه بالطعم والكواليتي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا هم، مين اللي قال لهم ان انا بحب المكرونه البشاميل؟ الناس دي انا عايز اعرف بتكسب ايه. هم ما كتبوش فعلا لما سموها في اي بي. بص لحمه نظيفه جدا. بسم الله. بجد شابوه الشيفة هدى وراشا، والله العظيم روعه روعه وعجبتني قوي. على فكره انا من عشاق المكرونه البشاميل، ولو مش مظبوطه عادي، انا كده كده اصلا صريح فاهمني. لا يا جدعان بسم الله، من فرط الجمال اذوبه حرفيا يا جماعه رهيبه. بصوا بقى اللي بعد كده بقى يا معلم، عندك المحشي بجميع انواعه، عندك كده محشي الفلفل، محشي الكوسه، محشي البتنجان، فانا شايف حاجات حلوه. هل هم سبايسي ولا عادي؟ انا مش عارف لسه ما دوقناش. اديها كوسه بقى. حلو بس ده مش سبايسي، لا عادي يعني فاهمني. طب بعد كده بقى المحشي البتنجان، انا من عشاق المحشي البتنجان جدا. يلا بينا يا جدعان. مش عايز اقول لك والله العظيم يا جماعه، هو بس عيبه ان هو بارد، فاحنا ممكن نكون نعدي كلمه بارد دي لان انا اتاخرت بصراحه لحتى ما جهزت الحاجات، فماشي ماشي ما علينا، بس طعمه رهيب رهيب قوي. يلا بينا بقى على الفلفل. بسم الله، روح يا معلم. اقول لك انا السلسله دي الحمد لله من غير مقابل، عشان اعرف اقول لك رايي بكل صراحه، رهيبه في اي بي، عاملين عظمه بجد. اخ يلا بينا. بسم الله يلا بينا يا جدعان. انا بس عايز اشوف خلطه الرز واحده ولا متغيره بين كل خلطه والتانيه. بسم الله، الخلطه واحده عامه، بس عيبه ان هو مش سبايسي. هو عيبه يعني عادي جدا للناس اللي هي بتحب الحياه العادي، انا بحبه سبايسي. بص بقى اللي فاتكم واللي جاي كوم تاني، ده بابا المجال، ده بابا المجال في اي بي كيتشن. فهنمسك اول حمامية كده من غير كلام كتير، انا مش قادر. بسم الله يلا بينا. يا لهوي يا لهوي. اللي بعده عموم حلو قوي، بس يعني في مشكله صغيره، او انا مش شايفها مشكله عامه، الرز خلطته فاهمني. بص ما فيهوش اوانس طبعا، دي حاجه اختياري، في ناس بتحط اوانس بس بتكون دسمه شويه، بس دي جميله جدا، جميل جميل جدا جدا وعجبني. دي عايزه بقى الاثنين دول تضربهم يدوك باور جامد، عاش عليهم. يا لهوي الريحه يا جماعه، انتوا مش شامين، انا اللي شامم. لا جميله قوي جميله قوي بجد، فهندوق. بسم الله. مفيش مطعم يحط لك لحم صافي كده، اقسم بالله يا جماعه انا جربت مطاعم كتير، قدامك السلسله تقدر تشوف اللحمه الصافي قوي دي ما شفتهاش عند حد. طب ده عايز شويه رز مع شويه اللحمه دول تاكل وتضرب يا معلم. بصوا حاجه جميله قوي وحاطين كتير، وكمان هقول لكم على حاجه، في خصم 10% لكل اللي هيجي من طرفي. طبعا سايب لهم منشن، المنشن هتلاقيه في الصفحه، خش قول لهم انك من طرفي، خصم 10% رغم انك هتاخد كواليتي نضيف، اكل نضيف جدا بيتي جدا.